بيني وبينك يعني كان بيقول ان هو مزعلك وان هو خايف يحصل له حاجه يعني وانتي زعلانه منه. مزعلني وقلبي غضبان عليه، انا صريحه وبقول اللي في قلبي. خلاص يا فوزية، مش وقته الكلام ده. انا قلت كده برضو يا مرات عمي، عشان كده قلت اتصل بيكم تيجوا تطمنوا عليه، يعني عشان لو حصل حاجه يبقى ميت وهو مستريح. تفي من خشمك يا ريتال. معلش يا حسن، ما خدتش بالي منك خالص. ازيك؟ انا كويس ولا يهمك، انا مقدر اللي انت فيه. كملي كملي. ان شاء الله هيبقى كويس يا اخويا. لا يا حميتي، ما تجيش تسالي علينا، ما تجيش تسالي علينا اللي في المصايب. بنبقى نفسنا نشوفك تيجي تقعدي معانا وتطمني علينا. بصريح العبارك دي امك هي السبب. يا فوزية اكتمي، اقول لها مش وقته يا بنت. امال فين شادي وزينب؟ شكلهم كده مش عايزين يسلموا علينا. ليه بس يا مرات عمي؟ ابدا والله، ماما طلعت تنادي لهم ونازلين دلوقتي. يلا خشي يا بنات سلموا ورحبوا باهلكم. اهلا اهلا، ازيك يا عمتي؟ ازيك يا حبيبتي؟ وحشتينا. ازيك يا عمتي؟ عامله ايه؟ ازيك يا مرات عمي؟ ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا حسن؟ وحشتينا. انا تمام، انا تمام زي الفل. ازيك يا حسن؟ عامل ايه؟ الحمد لله. الحمد لله، اهلا بيكي. امال عبد الحكيم فين؟ دخل المكتب مع السكرتير ده. طبعا اذنه. ما شاء الله الفيلا جميلة وفيها جنينة كمان. ما تيجي يا ريتال تفرجيني الجنينة. ماشي حسن، تعال. اتفضل. نورتي يا مرات عمي. عيش يا حبيبتي. نورتي يا عمتي. شكرا يا حبيبتي. شوفي الجنينة. منورين.